سلام. تم تأسيس شركة السيارات في المملكة العربية السعودية خلال عهد الملك عبد العزيز، وتحديداً في عام 1926 ميلادية، حيث تم استيراد 25 سيارة خصصت في أول الأمر لنقل الحجاج من جدة إلى مكة المكرمة. وهذه الصورة تظهر الجيل الأول من السيارات التي تم استخدامها لنقل الحجاج إلى المشاعر منذ ستينيات القرن الرابع عشر الهجري، حيث تم تنظيم تنقلات الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وبين المشاعر المقدسة خلال عهد الملك عبد العزيز. ليتوالى بعد ذلك إصدار العديد من الأنظمة الخاصة بشركات السيارات وتسييرها، والعمل على تهيئة الطرق وتعبيدها وتوفير الورش المخصصة لصيانة السيارات وإصلاح أعطالها. أما عن استخدام السيارات في نقل الحجاج من ضيوف الملك عبد العزيز، جاء في كتاب فهد المارك من شيم الملك عبد العزيز قوله: وإذا جاء موسم الحج فإن الملك عبد العزيز يوفر لجميع ضيوفه وسائل المواصلات التي تقلهم إلى مكة، كما يوفر لهم الرواحل، وذلك قبل أن تصله السيارات إلى البلاد. أما بعد وصولها فإنه وفر لهم السيارات بصورة جعل لكل واحد أو اثنين أو ثلاثة على عدد من تتلائم طباعهم، وجعل لهم سيارة واحدة صغيرة من نوع فورد، كما جعل لهم مكاناً لحمل أمتعتهم ورجالهم القائمين بخدمتهم. وعندما يصلون مكة يجدون السكن مهيئاً لهم بكامل ما يحتاجون إليه من أثاث المنزل وأوانيه، وفي الوقت نفسه تجري لهم المؤونة بدون نقص، وإذا أدوا مناسك الحج يدفع لهم ما يلزم من تكاليف الحج كالفدية والخيام التي تهيئ لهم في ميناء. لا شيء مستغرب في كل هذا، فهو ما يحدث دائماً وطوال التاريخ، في أن طمأنينة الحج والحجاج واجب فرضه السعوديون على أنفسهم وما زالوا يفعلونه.